مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو تتمة الدرس الهندسة الفضائية. في هذا التمرين رقم 4 غادي نشرحو كيفاش نحدو تقاطع مستقيم ومستوى. يعني ملي كيقول لك في السؤال حدد تقاطع مستقيم مع واحد المستوى، يعني حنا كنعرفو المستقيم كيكون عنده تمثيل بارامتري، والمستوى كتكون عنده معادله ديكارسيه. اذا في التمرين الرابع لتحديد مثلث احداثيات اش نقطه تقاطع المستقيم دي والمستوى ا بي سي نحل النظمه. اذا بغيت تقاطع مستقيم ومستوى اشنو خاصني؟ خاصني تمثيل البارامتر ديال المستقيم ها هو كيف المعطيات، وخاصني المعادله الديكارسيه ديال المستوى. هنا عندنا المستوى ا بي سي ها المعادله ديالو، وعندنا المستقيم ديها تمثيل البارامتر ديالو. اذا دائما الا بغيت تقاطع مستقيم ومستوى خاصني تمثيل البارامتر ديال المستقيم والمعادله الديكارسيه ديال المستوى، لان المستقيم اللي كيكون معرف بتمثيل بارامتري والمستوى كيكون معرف بمعادله ديكارسيه. اذا الا بغيت تقاطع ديالهم خاصني تمثيل البارامتر ديال المستقيم والمعادله الديكارسيه ديال المستوى، وكنحل هذه النظمه. الحل ديال هذه النظمه كيفاش كيكون؟ كنمشيو للمعادله الديكارتيه ديال المستوى، هاد اكس ديالها واكراك ديالها وزاد ديالها كنعوضوها. اذا هاد اكس غنعوضوها بهاد اكس، هاد اكراك بهاد اكراك، وهاد زاد بهاد زاد. يعني كنشدو التمثيل البارامتري ونعوضوه في المعادله الديكارتيه ديال المستوى. اذا هنا الا عوضنا اكس اللي هي 1 ناقص 2 تي شنو غيولي؟ غتولي 3 في ها هي 3 اللي كانت هي بقات، وهاد اكس اش كتساوي؟ هي 1 ناقص 2 تي ها هي عوضناها، ناقص 5 في ايكغ. هنا ناقص 5 اش كتساوي ايكغ؟ هي ناقص 2 زائد 3 تي ها هي عوضناها، زائد زاد اش كتساوي؟ زاد زاد هي ناقص 1 زائد تي، عاد ناقص 4 اللي كانت كتساوي صفر. اذا كنجيو للمعادله الديكارتيه ديال المستوى وكنعوضوا فيها اكس واكراك وزاد بهاد اكس واكراك وزاد ديال التمثيل البارامتري. يعني غادي نشرب 3 في 1 3، 3 في ناقص 2 تي ناقص 6 تي، ناقص 5 في ناقص 2 زائد 10، ناقص 5 في 3 تي ناقص 15 تي، ناقص 1 زائد تي ناقص 4. من بعد كنحسب ناقص تي ناقص 15 تي زائد تي هي ناقص 20 تي، 3 زائد 10 ناقص 1 ناقص 4 هي زائد 8 كتساوي صفر. اذا كتولي عندي معادله من الدرجه الاولى المجهول فيها هو تي، يعني خصني هنا نقلب على تي. الا حولت 8 للطرف الاخر تولي ناقص 8، اذا تي هي ناقص 8 على 20، يعني هي 8 على 20. الا اختزلت هي 2 على 5. اذا لقينا تي كتساوي 2 على 5. ملي كنلقاو هاد تي غنرجع نعوضها في تمثيل البارامتر هو اللي فيه تي، كنعوض تي هنا ونعوض تي هنا ونعوض تي هنا. اذا ملي عوضناها شنو غنلقى؟ اذا اكس هي 1 ناقص 2 في تي، شكون هي 2 على 5. ايكغ ناقص 2 زائد 3 في تي، اذا هي ناقص 2 زائد 3 في 2 على 5. زاد ناقص 1 زائد تي، اذا هي ناقص 1 زائد 2 على 5. من بعد الحساب غنلقى اكس 1 على 5، ايكغ ناقص 4 على 5، وزاد ناقص 3 على 5. اذا هاد اكس راه هي اكس اش، وهاد ايكغ هي ايكغ اش، وهاد زاد هي زاد اش. اذا هذا هو مثلث احداثيات النقطه اش، ومنه اش 1 على 5 اللي هو اكس، ناقص 4 على 5 هو ايكغ، ناقص 3 على 5 هو زاد. اذا ديما اكس ايكغ زاد، اكس هو الاول ايكغ هو الثاني زاد هو الثالث، يعني اكس هو الافصول ايكغ هو الارتوب وزاد هو الانسوب. هي نقطه تقاطع المستقيم دي والمستوى ا بي سي.